بر ودا هاجر سنلك إقامة بالله شو سوتش نعم نلكه جنزبونم إجبا إج يسطول لنم جانس سامن تيا كويو تال أبانك الملاك إقامة يلنم أمم ملكون وملاك يلا بني ملتي ياكين عندن جنزب بليلا جنزب لما منزب ودليلا هاجر لملاك ولا شرط وش من مرات على لباتش إجبا إج مون على لبس دالة واقام مون على لب إيه قال تم ولا ريبا واستيقبها أبانك الملاك إقامة يلنم بمم ملكون وملاك يلا بني فبانك من ملاك بذلك شكره يكلا بانكو يلاكيوم يتكبعيوم وكيل نومي هون سيزي أمان يالله شو سوى شنفلقو بانك بيت بسداشو لا كولن بلو ما سركبون يمي الشار ازي لاي توجه ميانا شو ته شكر واقاو يكن نسبنال نيمرس ريبا لاي تمولك واقاو يكن نسو تنشي هون حلال المتكمو الشال حلال بركال حرام بزو بي هون بركال تيران يو دياكي لطورينا ديدي مملاس بشريعة چند دي تتاياري ملت ياكين هلتوم حرامنا يتكلكلونا لطورين دمي تاوكو دهونم كتر دبكو كاردو يمتكيث مي مثل النقر وستولا يهونم كتر دبكو بزكة نياواغا مشاتن يتفلقو كتر يهون سوغا سيدرس كهولو متسبسبون جنزب لاندو وسدو ما ساكفن لاندو وسدو ما الدن يهي كمارنا يتكلكلن ዲቪንም ምንም በማይበት ጊዜ አንዳንድ ሀገራት በእንባሲዎች አማካኝነት ወይም ደግሞ በኢንተርኔት አማካኝነት መለስተኛ ዝቅተኛ የሚባልን ገንዘብ በማስከፈል ሰዎች ወደ ሀገራቸው ለሥራ የሚገቡበት ነደል የሚፈጥሩበት ሁኔታ ከተሳተፉና ዲቪን ከመሉ ሰዎች የተወሰኑ ተድል አገኝተው ሊሄዱ ይችላል ይሄም የቁማር አይነት بركات تاسووش يهي ندل لماغنيت بلو سيمولو يمي سبسبوت لنزب ينورا بزيلي تقامشلا يهيم قمارنا يتكاله كلام أبو ريرا وصلا لكوت حديث نبي عسين صلاة والسلام بلاتنا بعزة ويمك الله وشيبا من ملك أكاليا ما لسو لا إله إلا الله با نا قمارنا جعوتي على سو صدقاء استبرا نبي صلاة والسلام قمار بقرآن بحديث بعلمو السمن منت حرام النتو يترقاق قتن እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኸምር ቁማር حرام ነው የሸይጣንም ስራ ነው ራቁት ብለዋል አላህ ተባረከ ወተዓላ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ አይነቱን ስራ ወይም ቁማርን ከኸምር ታቦትን ከማምለክ አቆራኝቶ ጠቅሶታል የሆነ ጥቅም ቢኖርበትም ጥፋቱና ወንጀሉ ላይ የሚዋጥ እዚህ ግባ የማይባል በመሆኑም ሎተሪም ይሁን ዲቪም ይሁን የተኛውን መልኩ የተከለከለ በዚህ መልኩ የተገኘ ገንዘብም ሐላል አይደለም ዲቪውን የሞሉት ለቶሪውን ያገኙት ገንዘብ ከፍሎም ይሁን ያለ ገንዘብ የሚገኙበት መጋጣሚ ተገኝቶ ይሁን መጠቀም የተከለከለ ለዚህ እድል ሰዎች የተጠቀሙት ገንዘብ የሐራም ገንዘብ ነው በሐራም የተገኘን ገንዘብ ሰውን ካብሎ ስጦታ ቢሰጠን መጠቀም እንደማይቻለው ይሄም ይከለከላል እነሆ ለቶሪን ዲቪን በዘመናችን የነበሩ ታላላቅ ዑለሞች ኢብኑ ዑሰይሚን ኢብኑ ባዝ አልባኒ ረሂመሁላህ ተዓላ ሐራምነቱን ገልጸዋል። وهكذا ወደ ካፈር ሀገር መሰደዱን በተመለከተ እንዲሁ ዝም ብሎ መሰደድ አይቻልም። ተገደው የተሰደዱ እንደሆነም ሸርጦች አሉ ሸርጦች ሊሟሉ ይገባል። በቂ የዲን ዕውቀት ሊኖር ይገባል። የሚመጡበት በሽታዎችን ሹብሃዎችን መከላከል መቻል አለበት። ለመሰደድ ተገደው ያለበት ሀገር አላኖር ብሎትም ሊሆን ይገባል። ዲኑ ላይ ትልቅ ችግር ሳይገጥመው ሀገር ውስጥ መኖር ይቻላል ወይም ወደ እስላም ሀገር መሰደድ ይቻላል ወደ ካፍር ሀገር መሄድ ይቻላል በየትኛውም መልኩ ደግሞ ሲሰደድ ዲኑን መጠበቅ የሚችልበት ዕውቀት ከሌለው መሄድ አይችልም